قداسة البابا يستقبل الآباء المطارنة والأساقفة في المقر البابوي بالقاهرة، واستقبل قداسة البابا عدد كبير من الآباء الأحبار الأجلاء المطارنة والأساقفة أعضاء المجمع المقدس وكذا عدد من يعني المحبين، وذلك للإطمئنان على صحة قداسة البابا. باختصار شديد، كان قداسة البابا تعرض لوعكة صحية في قداس عيد الميلاد المجيد كلنا شعرنا بيها، وقداسة البابا شعر بتعب أثناء إلقاء العظة ولكنه استحمل يعني وتحمل وأكمل العظة، وبعديها سلم على بعض المهنئين، وبعد كده قداسة البابا بيقول إن هو انتظر يعني في القداس إلى حد بداية التناول، وأول ما يعني اتناول سيدنا ابتدى يخرج من الكنيسة وراح المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية. قداسة البابا بيقول إنه شعر بدوار أو بدوخة، ربما يعني نتيجة التعب ونتيجة الأصوام في الأيام دي، وبتبقى نتيجة كمان إرهاق شديد، لكن الأطباء كانوا وصفوا لقداسة البابا الراحة لفترة، وقداسة البابا قال إن هو يعني حاول الراحة ما بين المقر الباباوي بالقاهرة وما بين بيت الكارما في اسكندرية، ولكن قداسة البابا بيطمئن كل ولاده وكل محبينه في كل مكان في العالم إن هو بصحة جيدة وإن هو بخير. ربنا يديك الصحة سيدنا ويخليك لينا ويخليك للكنيسة كلها، ودايما بخير ودايما تنور الدنيا كلها ودايما تقود الكنيسة وتقود ولادك في الكنيسة. أنا كمان بقول سيدنا ألف سلام عليك، الحمد لله على سلامتك، ربنا يدي لك كل الصحة والخير والعمر الطويل، وتفضل ترعى شعبك وولادك وتقود الكنيسة. لكن صدقوني البابا بيتحمل ضغط ودايما بيجي على نفسه بكل مسؤولياته وكل مشغوليات الرعاية والكنيسة أبدا، يعني يمكن لولا الضغط الموقف ده اللي خلى ظهر التعب ده من كتر الإرهاق ما كناش حتى يعني عرفنا قد إيه سيدنا بيتحمل وبيتحامل كمان على نفسه. فألف سلام عليك يا سيدنا.